بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع سلسلة المغاربة بين شريعة التلفاز والوسائل الإعلامية والشريعة الإسلامية. عنوان هذه الحلقة أصل المولود. أصل المولود هنا حيت نجيو هذا الشيء هذا خصوصا في الأفلام التركية المدبلجة بالدارجة. هذه الأغلبية ديال هذه الأفلام هذه تيبغيو يرسخوا المغاربة في المسلسلات اللي تتصيفها تدوز في الصباح، وهذاك المسلسل في الصباح تيعاودو عاود في العشية بعد العصر، وتترسخ هذه المسائل هذه في الدماغ ديال المغاربة على أن المسألة عادية لأن الشيء إذا تكرر تقرر. شنو هي ديال المولود؟ حيت تصيب ليك بالنسبة للبنت تتقول لأمها أنا حاملة وتتفرح لم واحد الفرح. هذا فيلم الأفلام بلا ما غادي نبقى نسمي لكم الأفلام. فهذيك الأم فرحات بأن بنتها حاملة، فحيت قالت هذا راجلها وهذو كلهم عندهم فيلا وإطار، الراجل عنده سميتو كلينيك قدو قداش وفيلا قدا قداش، حيت قالت لراجلها راه بنتي حاملة وهي فرحانة. قال لها من حاملة؟ قالت لي ما تيهمش من حاملة، المهم هو أنها حاملة. كيفاش ما تيهمش من حاملة؟ فين هو العقد الشرعي؟ فين هو الزواج الشرعي؟ فين هو باش نميزوا ابناء الزنا من ابناء الشرعيين؟ لا ما تيهمش هذا الشيء، هذا المهم انها حامله. هذا خطوره تيبغيو يرسخوها فينا. ومن هذه الخطوره كذلك حيث يتلقى الشاب مع الشابه في اطار الخطبه، ومع العلم ان الشريعه الاسلاميه قالت لك الخطبه وعد بالزواج وليست زواجا ولا احد الطرفين النكول عنها. البن ما يحتاجو دابا تيبغيو يرسخو لنا وتيقول لك نفسخو الخطوبه. شنو هي الفسخ؟ الفسخ هو ضد العقد. الفسخ هو ضد العقد بمعنى كاين عقد، فالخطوبه ما فيه ما كاينش عقد، اش غادي تفسخ ولا ما تفسخ؟ ما تليتش باغي صافي بحال شي وشاب عارف شي شابه، فانت تعرف هو وياها عاجبو الحال معاها، هي عاجبها الحال، تيقول لها شي كلمات وشي وريضه وشي كذا كذا وهذا ويعجبها الحال، شاف وحدها فضل منها اش يدير هذيك؟ تيقول لها السلام عليكم ما تعاودش تدوري بيا، صافي الله يعاون. فصافي ما كاين لا غادي يفسخ ولا يمشي عند العدول ولا عند القاضي ولا حتى شي حاجه، صافي. فكذلك الخطبه حتى هي واحد مع شي وحده مشى وجابوا شي حاجه ديال الهدايا، ومن بعد ذلك تيتسناو على اساس انه باش غادي يحددوا الوقت ديال العقد، وبالتالي واحد منهم ما تلاش باغي ما كاينش فسخ، صافي السلام عليكم ما تليناش. فلهذا الشريعة الإسلامية نظمت هذا الشيء ديال الخطبة، نظمتها أولا ما غاديش تكون الخطبة فيها خلوة، ما يكونش فيها سفر، ما تكونش هي غادية هي وياه فين ما بغاو ويتمتع بها كيما بغا وتتمتع به كيما بغات. لا هذه برانية عليها وبراني عليه، هذا الشيء اللي بغاو يرسخوا لنا حنايا بأن الخطبة راه تعتبر شي حاجة مقدسة، بل ولاو تيديروا هذاك المراسيم ديال الخطبة أكثر من ديال العرس باش يعطيوها واحد القيمة في هذا الشيء ديال الأفلام والمسلسلات. لا ما تليناش السلام عليكم وعليكم السلام، ما تيترتب عليها اي اجراءات الا مساله وحده اللي تيسطر عليها الفقه في المدونه ديال الفقه ديال الاسره، وهي انه اذا كان الرجوع من قبل الراجل ما يستردش هذوك الكادويات اللي جاب، واذا كان الرجوع من قبل المراه من قبل البنت هي اللي قالت انا ما بقيتش عاجبني انا ما بغيتش، فخصها ترد لهم الكادويات ديالهم باش ما يضيعش هذاك السيد لانه ما دار لي بيدي ولا برجليه. نردوا البال ان هذاك الحمل اللي ما تيكونش عن الطريق الشرعي فهو ابن زنا، هو ولد الحرام. حرام باش غادي تنسبوا لراسك ودير ليه السميه ديالك وتنسبوا لراسك، هذا راه حرام، والا ما غادي يكون حتى شي حاجه باش غادي نقولوا ودي هذا ولد الحلال ولد الحرام، صافي غادي يوليو بحال البهايم. لان حنا تنجيبوا واحد من الذكور اللي تيطرق هذاك الاناث ومن بعد ذلك تيتسمى الفحل، ونجي ونقولوا لي الله بشر وصافي هذا الشيء بغينا حنا بهذا. لا، الاسلام اراد ان نتميز بانسابنا، هذا ولد فلان ولد فلانه وهذا ولد فلان ولد فلانه، عندما يكون هذا في غير اطار المؤسسه ديال الاسره اللي تيكون فيها المسائل الشرعيه
راه هاد الشهاده تنوليو بحالنا بحال البهايم. وهادشي اللي تنشوف دابا، ابحث عن ابي، هذا ما عرفش باه، هذه ما عرفاش امها، هذه كذا كذا، وكلشي مخلط. علاش؟ لان حنا من الاول درنا هاد السبب، هاد الشيء. حنا قال لي في النهار الاول، قال لي من الخيمه خرج عوج، حيت نشوفوا هاد الشهاده ديال الافلام اللي تيديروا لنا. علاش تديروا لنا هاد الشهاده؟ هذا تيقلب على با، هذا تيقلب على مو، هذه ما عرفش با، هذا ما عرفش مو، هذا حتى تيديروا لا دي ان ال في الاخر عاد باش يشوفوا واش ولدو ولا ماشي ولدو. علاش هاد الشهاده؟ لاننا فرطنا في هذاك العقد اللي سماه الاسلام ميثاق غليظ، وقال سبحانه وتعالى: واخذنا منكم ميثاقا غليظا. ردوا البال من التشريعات ديال التلفزيون والوسائل الاعلاميه. هذيك البنت اللي هي تتفتخر قدام باها وقدامها وفرحانه وفرحانين بان بنتهم حامله، وما تهمهمش من هي حامله، المهم انها حامله وانها هي غادي تولي جده وهو غادي يولي جد. هذا الزنا هذا بالوريقات ديالو تنسنيو عليه بلا حيا بلا حشمه بالنسبه للشريعه ديال التلفزيون والوسائل الاعلاميه اللي تضرب الشريعه الاسلاميه. نحضيو راسنا، والسلام عليكم ورحمه الله.